خلينا بقى نروح لمنطقة تانية أو جزء تاني عايز أتكلم فيه مع حضراتكم. شفت كده على الفيسبوك الناس عمالة تقول لك إيه؟ إن الدوري ده أو النادي الأهلي خسر الدوري ده عشان أول دوري يتم فيه تطبيق الفار. يعني حتى المعلومات اللي بتتقال هي معلومات كاذبة وخاطئة. هي معلومات كاذبة وخاطئة. هو موضوع حضرتك عايز ترميه في وسط الناس علشان يفضل الناس كلها تتكلم عنه، وهو كلام غير صحيح. كلام غير صحيح. متى تم تطبيق الفار في مصر؟ تم تطبيق الفار في مصر جيم جواب، يعني سين سؤال. امتى تم تطبيق نظام الفار في مصر؟ جيم جواب. تم تطبيقه في دوري 2019-2020 في الدور الثاني من هذا الدوري اللي فاز بيه النادي الأهلي. اللي فاز بيه مين؟ النادي الأهلي. يعني أول لقب تم فيه تطبيق تقنية الفار كان من نصيب النادي الأهلي. خلاص؟ دي أول حاجة. تاني حاجة، أفريقيا 2020 الأهلي فاز بيها اللي هي كانت إيه؟ سمعوني. ها؟ حد يقول لي. القضية ممكن. هي القضية ممكن كانت بفار ولا من غير فار؟ حد يقول لي؟ حد يرد عليا؟ أي كلام بيتقال وخلاص. مجرد إن حضرتك عمال أو حضراتكم لبعض من لا يشجع النادي الأهلي عمالين ترموا كلام ومش عارفين إن هو كله غلط. كله غلط في غلط. هو كأس السوبر الأفريقي كان فيه فار ولا ما كانش فيه فار؟ هو مين اللي كسب كأس السوبر الأفريقي؟ مش الأهلي؟ طيب، برونزية كأس العالم للأندية هل كان فيها فار ولا ما فيهاش فار؟ الإجابة واضحة. أبطال أفريقيا فيها فار، القضية ممكن فيها فار، 2021 فيها فار، كل الحاجات دي فيها فار. طيب بلاش بلاش، كل ده بلاش، كل ده وحش، كل ده أنا عارف بيسبب حرقان في الصدر، أنا عارف. لكن دوري موسم 2020-2021 الأهلي لاعب الزمالك مرتين، كان فيه فار ولا ما كانش فيه فار؟ النتائج احنا عارفينها، كسبنا ماتش وتعادلنا ماتش. كان في فار، والماتش اللي تعادلناه بالمناسبه في وجود الفار في حد كان لينا ركله جزاء واضحه وصريحه لم تحتسب للنادي الاهلي. لما داس على رجل رامي ربيعه يعني وبانت وحكم الفار قال كمل. يعني الكلام عن الفار ان هو انصف حد او ما انصفوش، فالحقيقة إذا كان الفار أنصف فهو أنصف النادي الأهلي في بعض الأوقات، في بعض الأوقات. بس للأسف الشديد دايما الفار المحلي غير الفار الدولي. وبنقول كده ليه؟ لأن الفار المحلي الحقيقة ما فيهوش التكنولوجيا اللي موجودة بره. وده اللي احنا كنا بنتكلم عنه خلال الفترات اللي فاتت. يعني التسلل ما تبانش، خط الجون ما يبانش، الكرة دخلت الجون ولا ما دخلتش ما تبانش. فالحقيقة كل اللي بيتكلم في هذا الأمر فهو كلام مش هقدر أقول إن هو كلام كذب ومعلومات خاطئة. حضراتكم بتحاولوا بعد ما لا يشجع النادي الأهلي بيحاول إن هو يرميها في وسط اللي بيحصل على السوشيال ميديا عشان إيه؟ عشان باختصار هي دي الأونطة. الأونطة هي دي شكل اللي أنا عايز أضحك بيه على أي حد. لكن طبعا ما ينفعش تضحك على جمهور النادي الاهلي لانه جمهور النادي الاهلي عارف وواضح وشايف وعارف كل حاجه. فمثلا كره زي بتاعت مباراه طلائع الجيش كان ممكن تتحسب او ما تتحسب، يعني كان ممكن تتحسب. فالحقيقه كل الكلام اللي احنا عمالين نسمعه من امبارح للنهارده يعني خلينا نفوت ونعدي، لانه في النهايه هي نقطه ومن اول السطر، نقطه ومن اول السطر. كل الناس عماله تتكلم عن اللي جاي للنادي الاهلي، اللقطات اللي حضراتكم شفتوها خلال من امبارح للنهارده ووقفه كابتن محمود الخطيب مع اللاعبين ومع الجهاز الفني كانت اعتقد ان شاء الله ان هي ستكون بدايه جديده للنادي الاهلي.